السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا في ليفل 2 كتاب قطر الندى تاتا تاتا، المستوى الثاني هو ليفل 2 قطر الندى تاتا تاتا. وصلنا لتر سي، وقلنا في ليفل 1 قلنا السي لازم نعرف الاصوات بتاعتها، وهنراجع عليها في ليفل 2 عشان ما ننساش الاصوات. قلنا سي كابيتال، سي سمول، سي ساوند، كا 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 كا. تعالوا نشوف هناخد النهاردة كلمات ايه مع حرف السي. ك ك كاو، بقرة يعني كاو. ك ك كاو، بقرة يعني كاو. سي او دبليو كاو، بقرة يعني كاو. سي او دبليو، سي او دبليو كاو، بقرة يعني كاو. قلنا هنقعد نقول الحروف كتير لان هما في الليفل 2 لازم يحفظوا الكلمات ويبداوا يحلوا عليها زي ما احنا هنشوف دلوقتي وزي ما شفنا مع letter A و B. طيب كيك، كيك، كيكة يعني كيك. سي اي كي اي ك، كيك، كيك. سي اي كي اي، كيك، كيك. ك ك كيك، سي اي كي اي. ها بقرة يعني كاو، بقرة يعني كاو. كيكة يعني كيك، كيكة يعني كيك. جزرة يعني كاروت، جزرة يعني كاروت. C A دبل R O T، C A دبل R O T، C A دبل R O T، جزرة يعني كاروت. ك ك كاروت، جزرة يعني كاروت. ك ك كاروت. بقرة يعني كاو، بقرة يعني كاو. C O W، بقرة يعني cow. C O W، ك ك cow. كيكة يعني cake. C A K E، C A K E، cake، cake. جزرة يعني carrot، جزرة يعني carrot. ك ك carrot. C A double R O T، C A double R O T. هنقراهم كتير وهنغنهم له وهنقولهم له بالحروف وهنبتدي بقى نكتب. هنا مدهالي بيقولي read trace and write، واحنا بنكتب نقول cow، بقرة يعني cow، بقرة يعني cow، بقرة يعني cow. كيكة يعني كيك، كيكة يعني كيك. ك ك كيك، ك ك كيك. جزرة يعني carrot، جزرة يعني carrot، جزرة يعني كارت. واتفقنا ان احنا هنخلي الطفل يمشي على السطور كده عشان يبقى خطه كويس. يلا نقول بقى هنا ايه، بقرة يعني كاو. سي او دبليو، بقرة يعني كاو. كيكة يعني كيك. سي اي كي اي، جزرة يعني كارت. يعني بحاول اخلي التليفون على الحامل ما يتهزش برضو، ما فيش فايده. كاروت، سي اي دبل ار، ونفهمه ان كلمه دبل يعني اتنين ار ورا بعض. دبل ار عايز يقول ار ار، لسه ما خدوش على كلمه دبل، مش مشكله. دبل ار او تي، ار ار او تي. تمام، قرناهم كتير وكتبناهم وقلنا حروفهم. نبتدي بقى الحل بتاعنا، نقول رايت ذا ميسنج ليتر. احنا قلنا كيك، ك ك كيك اول حرف كان فيها ايه، ونساله وهو يقول لنا كان اول حرف فيها مثلا سي. كاو او 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 او، نحاول كده نوضح له الحرف. يقول لي سي او دبليو، يبقى ناقصه الاو. كاروت، ر ر ر روت، هنا ناقصه الار. تمام، كاروت. طيب هنا بقى تشوز كوريكت بيكتشر، يعني اختار الصورة الصحيحة. نخليه الطفل يحاول يقرا لوحده. ك ك كاو، هو هيبصوا للصور. اقول لكم يعني بيعملوا ايه، بيبصوا للصور وبيشوف الكلمة يعني هو خد فيها، او ده احنا خدنا البقرة يبقى دي كاو، فبيجيبوها كده لحد بعد كده بيعرفوا يقروا. يعني كاو، بقرة يعني كاو، بقرة يعني كاو. ك ك كاروت، جزرة يعني كاروت. and، نملة يعني and، خدناها مع letter A. write the first letter، هنا عايزني اكتب الحرف الاول بس. ك ك كي، ك ك، هبين حرف السي.
apple حرف ال A. ك ك carrot حرف ال C. تمام كده؟ يلا بينا نلون. يلا نقول مع بعض C capital, C small, C sound. ك ك ك cake, ك ك cow, ك ك carrot. انا لون اي حاجة بقى عشان ايه ما نضيعش الوقت. C capital, C small, C sound. ك ك ك cake, ك ك cow, ك ك carrot. نرسم ايه؟ بنرسم كيك. ك ك كيك, ك ك كيك. ك ك كيك. سي كابيتال, سي سمول, سي ساوند. ك ك ك كاو, بقرة يعني كاو. ك ك كيك, كيكة يعني كيك. ك ك كاروت, جزرة يعني كاروت. ك ك كاو, بقرة يعني كاو. ك ك كيك, كيكة يعني كيك. ك ك كاروت, جزرة يعني كاروت. سي كابيتال, سي سمول, سي ساوند. ك سي ساوند, ك سي ساوند, ك. انتوا طبعا بالالوان الخشب بقى هتلونوا افضل, كفايه عليهم كده. تعال بقى نشوف الصفحه اللي بعدها, تريس اند رايت. برضو هنا عايزني اكتب تاني, فتعالوا نكتب مع بعض. دي المفروض الهوم ورك, يعني بعد ما اخلص الدرس ويقعد يكتبها لوحده. هيكتب بقى ايه؟ سي كابيتال, سي سمول. نسيت برضو اكتب دي, سي كابيتال, سي سمول. ك ك كيك, ك ك كيك, ك ك كاروت, ك ك كاروت, ك ك كاو, بقرة يعني كاو. سي كابيتال, سي سمول, سي ساوند. ك ك ك كيك, كيكة يعني كيك. ك ك كاروت, كاروت, جزرة يعني كاروت. ك ك كاو, بكرة يعني كاو. تمام, تعالوا نشوف كمان هنا. بيقول لوك اند ماتش, ماتش اتفقنا يعني وصل. ارم, ارم, زراع يعني ارم. ب ب بايك, ب ب بايك, دراجة يعني بايك. ك ك كيك, ها كيكة يعني كيك او تورتة او اي حاجة يعني. تمام كده, وده كان letter C. تعالوا نشوف مع بعض تاني كده. نقول letter C, letter C بقى قلنا A sound A, B sound B, C sound K, K K cow, K K cake, K K carrot. هما دول الكلمات اللي علينا حفظ, نحفظهم ان شاء الله كده عشان نبقى شاطرين, يبقى عندنا حصيلة كلمات انجليزي. لازم يبقى عندنا حصيلة كبيرة من كلمات الانجليزي عشان نطلع كده الكيجي بقى, نبقى شاطرين ونعرف نكون بنعرف نقرا يعني. اشوفكم مع الفيديو القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.